بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة السلطان عبد الله السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، وذلك بمناسبة انتخابه ملكا لماليزيا. وقد أعرب جلالة الملك المفدى أيده الله في برقيته عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لجلالته بالتوفيق والسداد في مهامه لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للشعب الماليزي الصديق.